جيت انا هو انا هو انا هو انا هو تلاقوني في البر تلاقوني في البحر وبطير وبطير في الجو بحكي حكاية للأيام فيها محبة وخير وسلام يعني يا ولدي فيها نصيحة طبعا طبعا فيها معاني وعبرة فصيحة طبعا طبعا والله 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 الخير موجود خير بلادي بلادي خير بلادي ما له حدود منبعها سلام تقول للشر دربك مسدود دربك مسدود أرض الإسلام منبعها سلام تقول للشر دربك مسدود دربك مسدود يعني يا بابا الشر موجود يعني يا بابا الشر موجود ولا يا بابا ولا يا بابا الخير محدود احكي يا بابا احنا سمعين احكي يا بابا احنا سمعين احنا يا بابا احنا يا بابا منتظرين تعالوا نبدأ المشوار بعزم وقوة وبإصرار ونخلي الحب أغلى شعار ونخلي الحب أغلى شعار أشكرك أدخل لا مؤاخذة يا دكتور شديد يا بابا يا ماما رئيس أكاديمية البحث العلمي في اليابان على التلفون ويقول إنه عنده معادلة كده بمعصر جمعة وبيستشيرك فيها دكتور بتقول مين يا عيد؟ رئيس أكاديمية البحث العلمي في اليابان عنده كده ظاهر معادلة صعبة ويبغى ياخد رأيك فيها كده يا دكتور يا عيد ماني فاهم رئيس أكاديمية البحث العلمي فين بالضبط؟ في اليابان في اليابان أيوه في اليابان إيش يبغى؟ يبغاك تحل له معادلة كده صعبة وأعرف حلها تعبني يا بابا يا ماما هذا تعبني تعبني ما هو كل مرة يسألني على المعادلات وكل مرة يطلب مني استشارة أنا تعبت يا دكتور سنكر أنا كمان البارح اتصل بي يا ستي يا جدي وهلكني بالمعادلات معلش متعبين اليابانيين دول متعبين لا يا ستة جدي هذا هندي معلش عن اذنك يا دكتور عن اذنك تفضل يلا عيش يلا يلا
تفضل تفضل. خلي العالم الياباني ينفعك يا دكتور يا علامة. أنا آسف دكتور تأخرت عليك. لا لا أبدا، أنا حليت له المعادلة بسيطة، قلت له حط أوتو وخلاص انحلت ببساطة دي. طبعا ببساطة، أنت عارف اليابانيين هدول أساسا معقدين. هم أنا اشتغلت معهم كثير، يا ما عملت لهم تجارب. مين اللي اشتغل معهم كثير؟ أنا؟ أيوه طيب طيب. ايش في ايش في يا دكتور شديد؟ انت كل شويه تقطع علي عبقريتي وذكائي. التركيبة اللي كنت جربت اوصل لها فجاه تلاشت. تلاشت؟ انت ايش اللي شايفه دحين تحت الميكروسكوب؟ تركيبه هبله ما يسويها الا واحد عبيط. الظاهر اني لازم اعيد التجربه من اول وجديد. ما هو مشكله ما هو مشكله، بتحصل بتحصل دائما. على العموم ما هي مشكله، انا راح ابدا من اول جديد فعلا. لا تخاف يا دكتور، أنا ما بيأس ولا حياته مع الياس زي ما بيقولوا، بالعكس أنا في الأشياء هذه مفعم بالتفاؤل. والله يا بابا فرحان، التوتر ممكن يحصل للبني آدم، يعني ممكن يزهق يطفش، لكن اللي مو طبيعي إنه الجرائم اللي بتحصل هذه اللي الواحد لازم يعرف إيش سببها. عموما الحمد لله إنه بقية دول العالم بخير، وإنه اللي بيحصل هذا في حدود مدينة واحدة بس، ومين عارف يمكن زي ما ظهر التوتر والعنف فجأة يختفي فجأة. معك حق، أهم شيء يا بابا فرحان إن إحنا لازم نكمل شغلنا، لإحنا عندنا مشاريع كتير ولازم نركز فيها ونخلصها، ولا إيش؟ إيه ده؟ مو معقول مو معقول مو معقول. ايش هو اللي مو معقول مو معقول مو معقول يا دكتور؟ النتيجه اللي كنت قربت اوصلها، مسافه ما رحت الحمام ورجعت لقيت كل شيء تغير. طيب هدي اعصابك هدي اعصابك يا دكتور. يعني ايه هدي اعصابك؟ بقول لك انا كنت قربت اوصل فعلا للحل. بلاش غرور يا دكتور، كل انسان معرض انه هو يخطئ ويصيب، ولو كان الحل بالسهوله هذه كان ما اصبح في مشاكل في الدنيا اطلاقا. دكتور سنكر، أنا فاهم إيش اللي بيحصل من ورايا، أنا عارف إن أنت تتمنى لي إن أنا أفشل، لكن صدقني أنا عمري ما راح أفشل، وزي ما وعدت لجل إن أنا أجيب الحل راح أوصل للحل. خد بالك من كلامك يا دكتور، ما هو معنى إن أنا وافقت بكل تواضع إني أشاركك في تجربة واحدة تتهمني وتتطاول عليا. خد بالك من كلامك. أجل إيش تفسر إنه النسبة والمحاليل كلها تغيرت مسافة ما رحت الحمام وجيت؟ وانت كيف تفسر وجود التوتر بين الناس رغم وجود دور حب؟ انا نفسي افهم ايش جمعاتي هذه. وهو هو نفس الخلل يا دكتور شديد. شوف غرورك دائما يصور لك حاجات غير حقيقيه، واعمل حسابك انه اي اتهام تاني لذكائي وعبقريتي وكل ما اوتيت من علم انا حنسحب من هذه التجربه فورا. انسحب عن اذنك. كله تمام يا ري الصقر، أنا ما خليته يكمل تجربة واحدة من تجاربه. ها؟ لا طبعاً، أنا بس حبيت أتصل بيك وأطمنك لأني أنا عارف أنت قد إيه قلقان. تصبح على خير. مين؟ أنا الدكتور شديد، ممكن أدخل؟ نعم. لو سمحت يا دكتور سنكر، أبغى أتكلم معاك دقيقة واحدة بس.
اتفضل. نعم، في الحقيقة يا دكتور سانكر أنا ما قدرت أنام قبل ما أجي وأعتذر لك بنفسي عن الكلام اللي أنا قلته. صحيح أنت قبل كده قلت كلام علي أبشع من الكلام ده، بس برضو عيب، أنت في بيتي وبعدين في يوم من الأيام وقفت ودرستني والمفروض أحترمك أكتر من كده. طب والله كويس، كويس إنه لسه عندك فكرة عن الأصول. لا تنرفز نفسك، أنا آسف مرة تانية، تصبح بخير. على فكرة أنا كمان بكرة راح أروح لمحطة التحلية علشان أخذ عينات من هناك وأحللها وأشوف إيش النتيجة اللي حتطلع معايا، والمعمل راح يكون فاضي لك علشان تشتغل براحتك من غير ما أشوشر عليك. تصبح على خير. يروح محطة الموية لوحده؟ لا، ده بعده. صباح الخير. دكتور سانكر، لا تستعجب يا دكتور، انا البارح فكرت بالليل وقررت اني اسامحك واجي معك. ايوه بس يا دكتور سانكر. بس ايه يا حبيبي، انت ناس ان احنا شركة في تجربة واحدة؟ وهذا شيء يتنسي يا دكتور سانكر. حاضر حاضر. اسمح لي حضرة المدير، اكيد في تكسير من جانبكم في وضع نسب الدواء المخصصة اللي انا حددتها في الموية. ليه؟ ما هو انت تأكدت من عينات الموية بنفسك؟ ايوه انا تأكدت. طيب النسب طلعت مضبوطة ولا لا؟ ايوه طلعت مضبوطة. طيب اذا التكسير من ايش؟ بصراحة ماني عارف، لكن اكيد في شيء غلط ما هو مزبوط. تسمح لي بعد اذنك اكشف انا على العينات، احتمال احتمال اكتشف فيها حاجات ما اكتشفها دكتور شديد. تفضل دكتور. شكرا شكرا. الموضوع هذا اكيد فيه لغز، لكن ايش هو اللغز ده؟ هو هذا السؤال اللي محيرني. يعني ايش؟ ما انتوا عارفين تخترقوا الحراسة اللي في داخل القصر؟ يا أستاذ أصل حضرتك ما تتخيل قد إيش حجم الحراسة إلا محطوطة على مداخل القصر. أنا ما يهمني، الدنيا كلها لازم تعرف إيش نتائج الأبحاث اللي وصلها الدكتور شديد والدكتور سانكر. حاولنا كذا مرة واتصلنا بمدير أعمال وسكرتير وعيد، لكنه متكتم مرة ولا هو راضي يدينا أي خبر عن الموضوع. الظاهر إنها بتعليمات شخصية من الدكتور شديد. أنا ما يداوب هذا الكلام نهائيا، أنا يهمني إنه نتائج الأبحاث ما تنشرها أي جريدة قبلنا. حاضر يا أستاذ ولا يهمك. وإنت واقف ليش بتسوي حضرتك ها؟ المفروض الآن مكانك قدام القصر عشان تاخذ لقطات مثيرة. حاخذ الكاميرا واروح يا أستاذ. وأعمل حسابكم إنتوا الاثنين، إنه أي نتائج تتسرب راح أفصلكم إنتوا الاثنين، واعتبروا نفسكم مفصولين. يلا مع السلامة. يلا يلا يلا. أيوة محمد هدي المطبعة. ما في غير حل واحد ممكن يصرف نظر الناس عن موضوع المويه ده ويخلينا نشتغل بشكل اسرع. نقتل الدكتور سانكر. يوه وبعدين معاك يا عقاب يا اخي، انا ماني فاهم ايش حكايه كرهك للدكاتره يا اخي. انا هو زيك بكره البني ادمين، لكن عشان خاطر مصالحي ممكن اتعامل معاهم وانا مخنوق. انا اسف صقر اني قطعتك. طب قول لي ايش هو الحل اللي انت لقيته؟ الحل سرعة إثبات انتهاء صلاحية دواء الحكم. وهذا في يد مين؟ في يد الدكتور سانكر اللي تبغى تقتله يا فالح، فهمت؟
دكتور شديد، دكتور شديد، التلفون علشانك. الو؟ ايوه. لا لسه. يعني ايش لسه؟ لسه ولا 60 معنا، لسه يعني لسه. اقول لك اياها بالهندي عشان تفهمها. خد. طيب. مين هذا؟ ده رئيس لجنة العلماء، بيتابع نتائج البحث. متهيألي هنا انه العمق مناسب جدا، وهو اعتقد انه اللي موجود في المقاسات. صح يا باشمهندس؟ طبعا يا بابا فرحان، كل شيء معمول حسابه، لكن نحن منتظرين تاشيره من الاستاذ فريد عشان نبتدي دير من الاساس. وهذا شيء محتاج انتظار يا باشمهندس، اذا عزمت فتوكل. هات يا سيدي. وهذا اذا كان الورق محتاج توقيع مني انا، هذا توقيعي على الورق، تفضل. معليش يا جماعه، انتم عارفين انه هذه مسؤوليه وانتم محملينها هي، وما اقدر اتصرف في اي شيء الا تحت امركم ومشورتكم. انت انسان عظيم يا باش مهندس، ونحن سعداء اننا بنتعاون معاك. يلا توكلنا على الله، ارموا الاساسات. هيا فريد. يلا على يدك يا باش مهندس. مع الف سلامه. حالك يا مريم؟ الحمد لله. بدر حبيبي، ادخل جوا غير ملابسك وكل وتغدى علشان تعرف تذاكر كويس. اذا كنت تبغاني اذاكر دروسي طيب ادخل معانا اتغدى. حبيبي انا مو متفق معاك قبل كذا، ان انا بعد ما اخلص الشغل اللي ورايا راح نرجع زي زمان ونتغدى مع بعض. اذا انتم زعلانين من بعض وبتضحكوا علي. عيب يا حبيبي بدر، لا تكلم بابا كذا. يلا بابا عشان خاطر بدر تعالى. خلاص يا فريد عشان خاطر بدر. معلش يا مريم، انا ما ابغى اسوي لكم اي ازعاج او اي احراج. صدقني ما في اي حاجه. لا معلش يا مريم، مع السلامه. تعالى بابا عشان خاطر بدر. حاضر يا حبيبي. علشان خاطر. علشان خاطر بدر. انا ماني فاهم. مو هو ده الراجل اللي برا اللي قلت عليه انه زعيم عصابه وانك ما تبي تعيش معاه مره ثانيه؟ شايف بده يتغدى معانا ليه؟ يا الله يا منصور، انا ما جبته. انت عارف بدر ما يعرف شيء عن ابوه واحرجني قدامه، ايش تبغى انا اسوي؟ اضطريت ان انا اعزمه. عديها. تبغي تتغدى معاه؟ اتفضل انت حره، اما انا مستحيل. راجل اخذت منه موقف اقعد معه على سفره واحده؟ لا.
عشان خاطري يا منصور. ما هو ده الموقف يا مريم عشان خاطرك انت. اتفضلي كلي معاه، انت ابنك، تفضلي. بالله لو سألني عليك ايش تبغى انا اقول له؟ ويسأل عني ليه؟ هو ايش له بيا؟ خلاص وطي صوتك يا منصور، خلاص حاكل معانا وبدر امري الله. شكرا على الاكله اللذيذه هذه، انا بصراحه صار لي مده طويله ما اكلت اكله حلوه زي دي. بالهنا والشفا عقبال ما نتلم في بيتنا مره ثانيه. بابا ما تيجي تبات معانا؟ حبيبي شوف انا سويت اللي علي وجيت اتغديت معاه زي ما قلت لك، انت كمان سوي اللي عليك وذاكر دروسك زي ما وعدت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حبيبي يلا. الو، انا دكتور شديد، كيف حالك؟ لا انا مروح البيت. ايش ضروري يعني؟ لا اصلا انا كنت رايح. خلاص خلاص. طيب احنا نجيك. مع السلامه. أنا حاسس إني خلاص ماني قادر أشتغل، علشان كذا أنا أصريت إنكم لازم تكونوا موجودين علشان تساعدوني في الورطة هذه اللي أنا فيها. مادام بدأوا يفكروا بشكل جماعي ده معناه إنه ما في وقت للانتظار يا دكتور. اللي مجنني إيش كانوا بيقولوا؟ كتر الناس اللي كانوا جالسين في الحديقة ما كان مخليني أعرف أستوعب بالضبط هم إيش كانوا بيقولوا. احنا ما يهمنا اساسا هم ايش بيقولوا، لانه المساله واضحه ومين محتاجه ان احنا نشغل دماغنا بيها. المهم الدور عليك انت في الحركه يا دكتور. لا لا انا لسه ما جهزت نفسي. اسمع يا دكتور، احنا ما اتفقنا على كده، وانت عارف كمان انه الوقت اساسا مو في صالحنا. طيب ايش اعمل اذا كان شديد اخذ باله اني انا بحاول اخرب تجاربه؟ المهم تجاربك انت يا دكتور ايش بتقول. ولا حاجه، زي ما كانت بتقول قبل ما اخترع دواء التوتر، لكن التقرير النهائي سهل ان انا افبركه وما حد حيراجع ورايا، خصوصا لو حطيت فيه نتيجه الابحاث اللي عملتها وانا بحلل دواء الدكتور شديد. وانت مستني ايه يا دكتور؟ اتصل بلجنه العلماء في اكاديميه البحث واعلن على العالم كله فشل دواء الدكتور شديد وانهيار دواء الحب للابد. نتقابل الحلقة الجاية. بابا فرحان استنى شوية. رايحين نتقابل الحلقة الجاية. خلينا نعرف متى موعدنا. نفس الموعد يا حبايبنا. خلينا نعرف متى موعدنا. نفس الموعد يا حبايبنا. بابا فرحان استنى شوية. رايحين نتقابل الحلقة الجاية.